الصورة الأولى دي مع كابتن سمير زاهر الله يرحمه، كنت أنا بغطي بطولة أفريقيا، بطولة أمم أفريقيا في أنجولا 2010، فكنا في أحد تدريبات المنتخب أثناء البطولة. كان يعني كابتن سمير كان بيحب يسمع رأيي كده في الماتشات والمنتخب والأداء، وبصراحة من الشخصيات الجميلة جدا. كان رئيس اتحاد، يعني أنا بقول رئيس اتحاد كرة أسطوري كابتن سمير زاهر، إن هو خد 3 بطولات متتالية 2006 2008 2010، راجل عقلاني كان موفر كل الامكانيات للمنتخب، كان علاقته قويه جدا بالجهاز الفني بقياده كابتن حسن شحاته، حتى علاقته كويسه بالاعلام، احنا كنا بنروح كان بيستقبلنا بشكل كويس جدا، وانا طبعا كنت ابن المدرب فكنت قريب من الفرقه، فعلاقتي بيه جميله جدا، وهو من الشخصيات اللي الواحد افتقدها يعني في مجال الرياضه، ربنا يرحمه يا رب ويدخله فسيح جناته. فدي كانت في اثناء بطوله امم افريقيا 2010، كنا ماشيين كويس جدا في البطوله، فكنا بعد كل ماتش كده كنا نقعد نتمشى في التمرين بتاع المنتخب في التراك، ويقعد يتناقش معايا ويقول لي ايه رايك وكذا وكذا، وطب نعمل يعني. كان بيني وبين كابتن سمير كده علاقه، كابتن سمير زاهر علاقه خاصه يعني. كنت بتكرم كاحسن مقدم برامج رياضيه في مهرجان الفضائيات العربيه، حاجة كانت طبعا جميلة جدا ان يتم اختياري وبرنامج كرة كل يوم احسن مقدم برامج، فكنت بتكرم يعني. دي برضو يلا كورة، كان تكريم من يلا كورة في موسم 2009-2010، اعتقد كان ساعتها احسن برنامج اذاعي، ان كان كنتش لسه اشتغلت في التلفزيون بشكل مستمر، كنت بعمل برامج كده يعني متقطعة، بس كنت طبعا في الاذاعه بدات من 2008. فالتكريم ده كنا عاملين ساعتها كوره اف ام، برنامج يعني رائع على اذاعه شباب الرياضه، فتكريم ده كان من موقع بقى الكبير طبعا يلا كوره، وكان احسن مقدم برامج رياضيه اذاعيه، فكانت حاجه برده كانت حفله جميله جدا. وده كان اعلان احد المنتجات يعني، جبنه ومنتجات كده البان يعني، كنت طالع انا في الاعلان ده، كان شركه الاعلانات هي متعاقده معايا ومتعاقدين مع كابتن حسن شحاته، افتكر ساعتها كان كابتن مدحت شلبي وكابتن مجدي عبد الغني، فكنا بنصور الاعلان ده في استاد القاهره، بس انا عشان كابتن حسن شحاته اطول مني فكانوا حاطين لي خشبه كده تحت. دي بقى صور كابتن حسن شحاته بقى في السبعينات مع كابتن ثابت البطل الله يرحمه. انت عارف الجيل السبعينات كان كلهم اصدقاء بقى، الزمالكاويه والاهلاويه، وكانوا مع بعض في منتخب مصر، فاعتقد دي في احد الحفلات، وكان جنب كابتن حسن كابتن ثابت البطل طبعا حارس مصر والنادي الاهلي الكبير الله يرحمه، والكابتن فؤاد عبد المتعال ده كان مدلك المنتخب ومدلك نادي الزمالك، الراجل اللي هو بتاع المساج يعني وكده والعلاج الطبيعي، فبرضه الله يرحمه كابتن فؤاد عبد المتعال كان من الشخصيات الجميله جدا يعني. الصوره دي مش عندي. دي صورة ده انا كنت عندي مثلا سنتين بقى والبزازة في بوقي. لا دي جامدة جدا الصورة دي، مش عندي، انا اول مرة اشوفها، بس اكيد كنا في احد الشواطئ بقى، فكابتن حسن شحاتة كان ماسكني وكنا في احد الشواطئ، كان لسه عندي سنتين ولا حاجة، ممكن في اسكندرية، اكيد في اسكندرية. صورة حلوة الصورة دي. اهلاوي ها؟ لا زملكاوي. اسلام هو الاهلاوي. زملكاوي. اسلام؟ الاكبر ولا الاصغر؟ الاصغر، كريم الاصغر. اهلاوي؟ اسلام الاصغر، بالرغم ان هو 3 سنين لكن كلمه الخطيب دي في بقه على طول، دايما لو اشوفش اقول له قول حسن شحاته يروح قايل لي خطيب. صحيح والله يعني، ده مش يعني ما يقدرش، مش قادر يعني، يمكن عشان الاعلانات بتاعت الخطيب في التلفزيون وبتاع، فبيسمع الخطيب كتير. اخر ما زهقت رحت جايب له الشريط بتاعه وقلت له اتفرج، فقلت له شايف، قول لي بابا، فانا بقول له حسن شحاته، يقول لي خطيب يا ابني، قول حسن شحاته يقول خطيب بقى. يعني الشريط ما قصرش معاه. دي كان عندي 7 سنين، كنا في حفلة برضو كده، كانت حفلة تكريم لكابتن حسن ومجموعة من الفنانين سمير غانم ومحمد رضا إسلام. لا لا لا، هو كابتن حسن قال في الفيديو، كان إسلام أخويا الصغير، تخلي بالك أنا وإسلام إحنا يعني إخوات وحيدين، ما عندناش، إحنا الاتنين بس يعني، فكان إسلام صغير لسه عنده 3 سنين، وكان ساعتها كابتن حسن حتى قال يعني إن هو كان في إعلام بيجي لكابتن محمود الخطيب في التلفزيون، فاسلام مش اهلاوي ولا حاجه، ده اسلام زملكاوي بيروح المدرجات، ويعني من الوايت نايتس بتوع الزمالك. لا هو كان ساعتها بقى عنده 3 سنين وكان بيشوف اعلام في التلفزيون، فكان كل شويه يقول خطيب على كابتن محمود الخطيب يعني، لكن هو كان صغير اسلام، دلوقتي من متعصبين الزملكاويين المتعصبين يعني.